طيب الشبهة الثالثة، يستدلون بقصة موسى مع الخضر إنه خرج السفينة وقتل الغلام وبنى الجدار. طيب الرد، أن الخضر عليه السلام كان نبيا ولم يكن موسى مبعوثا إليه، أن الخضر عليه السلام كان نبيا ولم يكن موسى عليه السلام مبعوثا إليه، ولم يكلف الخضر بمتابعة أو طاعة موسى عليه السلام، ولم يكلف الخضر بمتابعة أو طاعة موسى عليه السلام، وإليك الأدلة على ذلك. أولا، قال القرطبي في مواضع من تفسير سورة الكهف في قوله تعالى: فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا، في بداية القصة قال: الرحمة في هذه الآية النبوة، الرحمة في هذه الآية النبوة، وقيل النعمة، قيل النعمة. وأيضا قال في قوله تعالى، أي القرطبي: وما فعلته عن أمري، قال: يدل على نبوته، يدل على نبوته، وأنه يوحى إليه، وأنه يوحى إليه بالتكليف والأحكام، بالتكليف والأحكام، كما أوحي إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما أوحي إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، غير أنه ليس برسول، والله أعلم. ثم تكلم عن بعض الأحكام، لأن القرطبي كتابه اسمه شنو؟ الجامع لأحكام القرآن، بيتكلم عن أحكام شرعية، أحكام فقهية، أحكام في مسائل الحج وغيرها، ومسائل أبواب الدين والمعاملات والجهاد وكذا يستنبطها، ومسائل من أصول الفقه وغيرها. قال: قلت، ده كلام القرطبي، الخضر كان نبيا على ما تقدم، الخضر كان نبيا على ما تقدم، وليس بعد نبينا، وليس بعد نبينا عليه الصلاة والسلام نبي، أي يدعي النبوة بعده أبدا، يعني يدعي نبوة جديدة. ودي المشكلة اللخبطة راس التراب وأدباره، إنه يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا نبي بعد، ورسول الله وخاتم النبيين، كيف يجي ينزل عيسى بعد النبي عليه الصلاة والسلام؟ المقصود أنه لا يأتي بشنو؟ بشريعة جديدة، وليس المقصود أنه لا ينزل مقررا ومتابعا للنبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك هذا من الأمور التي استدل بها العلماء على وفاة الخضر، ودي مسألة ممكن تذكرون عليها في نهاية هذه الشبهة. طيب، أيضا ممن قال أن الخضر نبي العلامة ابن الحجر في فتح الباري، حديث رقم 4726، حديث رقم 4726. والإنسان دائما يا أخواننا في بحث عن الكتب أو كذا، يفتش عن رقم الحديث أو عن رقم الآية أو عن رقم الفتوى، لأنه الطبعات شنو بتختلف، عشان ما تقول في الطبعة الفلانية وتلقاها، وكده أنت بتلقاه أسرع. طيب، قال: واستدل به على أن الخضر نبي، 4726، واستدل به على أن الخضر نبي لعدة معان، وبيتكلم عن نفسه ابن حجر لكن أبهم من باب التواضع.
قال لعدة معان نبهت عليها فيما تقدم، نبهت عليها فيما تقدم كقوله وما فعلته عن أمري. بالمناسبة الاستدلال لهذا من استدلالات ابن حجر واستدلالات القرطبي، وما فعلته عن أمري، وسيأتي الحديث صريحا الذي جاءت في قصة الخضر. وقصة الخضر في البخاري جاءت في كتاب التفسير وجاءت في كتاب العلم من صحيح البخاري. قال وما فعلته عن أمري، قال كقوله، قال استدل به على أن الخضر نبي لعدة معان نبهت عليها فيما تقدم كقوله وما فعلته عن أمري، وكاتباع موسى رسول الله له ليتعلم منه، وكاتباع موسى رسول الله له ليتعلم منه. الرسول مع أنه الخضر نبي إلا أن الرسول جاء ليتعلم منه، وهذا يدل على أنه يوحى إليه، وهذا هو الصحيح في الفرق بين الرسول والنبي، أن النبي يوحى إليه لكن لا يأتي بشريعة جديدة، وإنما يأتي حاكما بشريعة النبي الذي أمر باتباعه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي. طيب كقوله وما فعلت عن أمري، وكاتباع موسى رسول الله له ليتعلم منه، وكإطلاق أنه أعلم منه، أنه أعلم منه، يعني الخضر أعلم من موسى، أي في أمر من الأمور، وكإقدامه على قتل النفس لما شرحه، وكإقدامه على قتل النفس لما شرحه وغير ذلك. سبحان الله، في شريعة موسى إنه قتل النفس شنو؟ ما محرمة. ليه؟ لأنه ربنا قال وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وهذه الآية جاءت بعد الآية التي فيها ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ربنا قال وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها. فشريعة موسى عليه السلام أنه لا يجوز قتل النفس، فلماذا قتل الخضر نفسا وسكت عنه موسى؟ لو قلت لي موسى ما سكت، أنكر وقال ألم أقل لك إنك لم تستطيع معي صبرا، طيب ليه موسى عليه السلام بعد ذاك تاني سكت؟ ليه؟ سيأتيك. طيب، وهذا هو الدليل في أن الخضر لم يكلف بمتابعة موسى عليه السلام. دليله ما ثبت في الصحيحين، ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. قال والدليل على أن الخضر لم يكلف بمتابعة موسى عليه السلام ما ثبت في الصحيحين، أن الخضر قال له يا موسى إني على علم من علم الله، إني على علم من علم الله علمنيه الله، علمنيه الله. ربنا علمه له كيف؟ دليل وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. رسولا زي منه كما كان يأتي جبريل في صورة دحية الكلبي وفي صورة حديث جبريل الطويل وغير ذلك. طيب قال علمنيه الله أو علمنيه الله لا تعلمه،
وأنت على علم من علم الله، وأنت على علم من علم الله، دي من الأدلة القاطعة. علمكه الله لا أعلمه. قال ابن تيمية: وذلك أن دعوة موسى كانت خاصة، خاصة لابنه بني إسرائيل. قال: ورسولا إلى بني إسرائيل ومصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. أيوة، ومبشرا برسول. قال: ومصدقا لما بين يدي من التوراة، دمنه عيسى بيتكلم عن منه، عن موسى عليه السلام. ربنا قال: ولقد جاءكم موسى بالبينات. طيب، وذلك أن دعوة موسى كانت خاصة عليه السلام، وقد ثبت في الصحاح من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيما فضله الله به على الأنبياء: كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. ربنا قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وتاني من الآيات: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. و قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قال: فدعوة محمد صلى الله عليه وسلم شاملة لجميع العباد، شاملة لجميع العباد، ليس لأحد الخروج عن متابعته وطاعته، ولا الاستغناء عن رسالته، كما ساغ للخضر الخروج عن متابعة موسى وطاعته مستغنيا عنه بما علمه الله. وليس لأحد ممن أدركه الإسلام أن يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم: إني على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه، وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه. فمن سوغ ذلك فهو كافر باتفاق المسلمين. تقدر تقول الكلام ده يا من تستدل بقصة الخضر مع موسى عليهما السلام؟ ما بتقدر. عشان كده ما تورط نفسك في مثل هذه المضايق. ما انت اذا قلت استدللت بقصة الخضر خلاص سلمنا معك، معناه انت على علم من علم الله علمكه الله، دي تجيب على دليل لا يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وربنا قال: اليوم اكملت لكم دينكم. وربنا قال: يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك. وقالت عائشه رضي الله عنها: لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا لكتم قول الله عز وجل: وتبدي في نفسك وتخفي في نفسك ما الله شنو؟ وبديه. لو النبي صلى الله عليه وسلم كان سيكتم حكما لكتم حكم جواز الزواج من الموالي. ها؟ ولذلك هذا من الكفر وهذا من الزندقة. برضو ابن تيمية عليه رحمة الله قال: وهذه الأمور مما تدل على أنه على أن الخضر نبي، وعلى أنها تجوز بشرط إذا علمت العاقبة. إنه أنا عارف السفينة وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة، أي سفينة سليمة الملك ده بشيلة، لو اتجدت ما بشيلة. وهذا معروف عندنا في الشريعة أنه عند تزاحم المفاسد فإنه ترتكب المفسد الأخف. قال الشيخ السعدي قال: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، وضده تزاحم المفاسد فارتكب الأدنى من المفاسد. من يعطينا مثالين سريعات؟ واحد دينا مثال قصة. أيوة، جزاك الله خير. لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة وبنيت على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين، باب يدخل منه الناس وباب يخرجون منه. فالمفسدة أن تبقى الكعبة على شنو؟
على هيئتها من على غير قواعد إبراهيم. والمفسد الأكبر أن يرتد الناس لأنها الدين المعظم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك المفسد شنو؟ الأعظم، كما قال ابن تيمية، قال: والشريعة مبنية على جلب المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. كذلك من الأدلة شنو؟ الصبر على الحاكم الجائر والخروج عليه إذا صبرنا في ظلم. لكن المفسد الأكبر بشنو؟ بضياع الأمن وفساد الأحوال وانقطاع سبل العيش وإلى آخره. جزاك الله خير. حديث الخويصرة الخارجي، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له اعدل فإنك لم تعدل، هذا طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مفسدة، أنه طعن في الدين. فلما أراد بعض الصحابة أن يقتل عمر وخالد، قال: دعه، لا يقال أن محمدا يقتل أصحابه. المفسدة تشويه صورة شنو؟ الإسلام. وكذلك قصة بول الأعرابي وغيره. فدي كده. فخرجنا من هذه، فهمت؟ ده واحد. اثنين، قتل الغلام، إنه لو الغلام ده قعد سيرهق أبويه، سيرهقهما شنو؟ طغيانا وكفرا، فأبدلهم الله سبحانه وتعالى به خيرا منه، سواء كان جاري أو غيره من أقوال المفسرين. وده يدل على أنه الخضر شنو؟ نبي، لأنه أنت ما بتعرف الزول ده هيحصل به شنو؟ ما حتعرف. وهذا مما استدل به ابن جبيل، ذكرنا منه من العلماء، لا، ابن حجر، إقدامه على قتل نفس معصومة، إقدامه على نفس قتل، على قتل نفس معصومة. وكذلك بناء شنو؟ الجدار. دي كلها شنو؟ واضحة وأوجه كثيرة جدا في مسألة شنو؟ الرد على استدلال بقصة الخضر. في زول عنده وجه ثاني؟ واضحة مش؟ طيب، قلنا قبل ننبه على مسألة، هي شنو؟ ايوه، قصة الخضر. بيقول لك الخضر حي، الخضر ما حي. من يعطينا أدلة الخضر ما حي؟ ايوه عمر. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. ايوه الشيخ، انك ميت وانهم ميتون. لكن هل حيموت بيتين؟ عيسى عليه السلام سيموت في آخر الزمن. طيب، أيوة، حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبقى ممن هو على ظهر اليوم، ممن هو على ظهر الأرض أحد، لا يبقى لن تبقى نفس ممن هي على ظهر اليوم، ممن هي على ظهر الأرض من اليوم أحد. يعني سينخرم هذا القرن، وهذا باتفاق العلماء. يعني زول بعد 100 سنة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما حيكون حي. فلو كان الخضر حيا إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم لمات. ثاني، فإن لم يقاتل الخضر، فمن زعم أن الخضر كان موجودا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقاتل معه، فقد اتهم الخضر بالفسق، لأنه ربنا قال: فمن تولى بعد ذلك منكم فأولئك هم الفاسقون. فزول فسق نبي، ده كافر ولا ما كافر؟ كافر. طيب، من الشبه استدلالهم أيضا وفهمهم الخاطئ لحديث أبي هريرة، حديث القدسي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب.
ولا يزال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، إلى نهاية الحديث. طيب، بيقول لك إنه إذا أنت عبدت الله كويس، الأولياء ديل لما عبدوا الله كويس ربنا أداهم، بقى سمعهم كسمع الله، وبصرهم كبصر الله، ويبطشون ك إلى آخر. شوف مع إنهم لما يجوا في باب الأسماء والصفات بيرموا أهل السنة والسلفين بشنو؟ بالتشبيه. طيب، معنى هذا الحديث كما نقل ابن حجر تحت حديث رقم 6502 كتاب الرقاق، الرقاق يعني الرقاية، الباب رقم 38 باب التواضع، ذكر فيه حديثين، كتاب الرقاق من صحيح البخاري الباب رقم 38 حديث رقم 6502، ناقل أقوال كثيرة للعلماء، خلاصة ما نقلوا عن الإمام الطوفي، الطوفي الطوفي قال: اتفق العلماء ممن يعتد بقوله إن هذا مجاز وكناية عن تصر عن نصرة العبد وتأييده وإعانته إلى أن قال قال: ولهذا وقع في رواية: فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي. قال: والاتحادية زعموا أنه على حقيقته وأن الحق عين العبد. الاتحادية اللي بيقولوا إنه الخالق يتحد مع المخلوق، طبعا الكفر ده فيه أنواع كثيرة، فيه أنواع وحدة الوجود إنه في الكون كلهم هو شنو؟ هم الله، وإنه في واحدين الاتحادية إنه بيقول بيتحد مع شنو؟ يتحد الخالق مع المخلوق، وكلها في النهاية كفر، ولكن أبواب، ده كفر باللفة، وده كفر بشرك، وده كفر كلها. طيب، أيضا ذمه، ذم ابن حجر هذا الفهم في 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 نفس الموضع، فقال: وحمله بعض أهل الزيغ على ما يدعونه من أن العبد إذا لازم العبادة الظاهرة والباطنة، الظاهرة والباطنة مقصود بها شنو؟ الظاهرة أعمال الجوارح، والباطنة أعمال القلوب كالتوكل والاستعانة والاستغاثة وهكذا. قال: حتى يصفى من الكدورات أن يصبر، أن يصير في معنى الحق تعالى، في معنى الحق تعالى الله عن ذلك، وأنه يفنى عن نفسه جملة حتى يشهد أن الله هو الذاكر لنفسه، الموحد، الموحد لنفسه، المحب لنفسه، وأن هذه الأسباب والرسوم تصير عدما صرفا في شهوده، وإن لم تعدم في الخارج، وعلى الأوجه، وعلى الأوجه، وعلى الأوجه كلها، فلا متمسك فيه للاتحادية ولا القائلين بالوحدة المطلقة، لقوله في بقية الحديث: ولئن سألني ولئن استعاذني. درد ابن حجر قال: لو قلت بيبقى زي الله، طيب في نهاية الحديث قال: ولئن سألني لأعطينه. طيب وقت بيبقى زي الله يسأل الله ليه؟ معناه هنا ذاته من ناحية منطقية كده، انت جعلت سائل ومسؤول ومستعيذ ومعيد، ومستعيذ ومعيد، عرفت؟ عشان كده قال: ولئن استعاذني لأعيذنه. وشوف الاستعاذة هي شنو؟ هي الحماية من الخوف مما يخاف الإنسان، فهذا يدل على إنه شنو؟ ها؟ يدل على إنه شنو؟ إنه مخلوق وناقص. وفي البداية، بداية الحديث بدأ بشنو؟ بدأ بشنو؟ ما تقرب ولا يزال عبدي. أيوة. طيب، وأيضا مما افترضته عليه، فالخالق لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا معقبة لحكمه، والله يحكم لا معقبة لحكمه. في زمن الشبهة الأخيرة
ندخل الأذان جا. فضل كم؟ ربع ساعة. طيب طيب، الشبهة الخامسة يقول لك ما جاز أو ما جاء معجزة لنبي جاز كرامة لولي، وهذا يهدمون به مقام النبوة كما سيأتي من كلام العلماء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه النبوات، ومن هنا تعلم لماذا يكره هؤلاء الصوفية وأهل البدع عموما، لماذا يكرهون ابن تيمية رحمه الله؟ لأنه أتى قواعدهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من الكتاب والسنة من حيث لا يشعرون. أدلة واضحة. ابن تيمية ده بينقض لك كلام يعني كلام أهل البدع من المتصوفة والرافضة وأهل الكلام وغيرهم، كلهم بيغنوا. كتاب نقد المنطق المجلد التاسع ألفه في جلسة بين العصر والمغرب، قرأوا أول مرة يقرأوا ورد عليه في جلسة بين العصر والمغرب. الواسطية في نفس المقام، وهكذا مؤلفات. قال العلماء، وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يكتب في الساعة والجلسة ما يكتبه النساخ، الشغلتهم بيأكلوا منا عيش في أسبوع. كان عنده قوة عظيمة شيخ الإسلام ابن تيمية، كل من ترجم لهذا العلم يعلم أن له قوة. وزي ما ذكر لكم شيخ أبو بكر القصيدة التي جاء بها ذلك الذمي المزعوم وهو من أهل البدع يعترض فيه على القدر، رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلس، موجودة في المجلد الثامن مجلد القدر المجموع فتاوى ابن تيمية، قاربة 120 بيت بنفس القافية وبنفس البحر، غرقوا في بحر ذاته من الشعر يعني، عرفتها. فابن تيمية كان إنسان شاعر قوي القريحة مطلع على العلوم. قال ابن سيد الناس ده من العلماء، قال لو حلفت بين الركن والمقام أنني ما رأيت مثل ابن تيمية لما كنت حالفا، بل لو حلفت بين الركن والمقام أنه ما رأى هو مثل نفسه وما رأت عينه مثله لما كنت حانفا. ده شهادة العلماء له، كان بحر رحمه الله في العلوم، عرفتها. جاء الرافضي قال لابن تيمية، ربنا سبحانه وتعالى قال في فضل الحسن والحسين وعلي وفاطمة مرج البحرين يلتقيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. ابن تيمية قال له طيب ربنا قال مرج البحرين يلتقيان، ربنا قال هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، فأيهما العذب الفرات وأيهما الملح الأجاج؟ الرافض لو قال فاطمة ملح أجاج رضي الله عنه أو علي بن أبي طالب أو الحسن أو الحسين كفر بمذهبهم، عرفتها. فكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان قويا وكان شجاعا في الحق، كان صاحب أدلة، والإنسان إذا قرأ في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية يستفيد كثيرا. طيب قال لا ريب أن الله خص الأنبياء بخصائص لا توجد لغيره، ولا ريب أن من آياتهم ما لا يقدر أن يأتي به غير الأنبياء، بل النبي الواحد له آيات لم يأتي بها غيره من الأنبياء كالعصا واليد لموسى وفرق البحر، فإن هذا لم يكن لغير موسى، وكانشقاق القمر للنبي عليه الصلاة والسلام والقرآن وتفجير الماء من بين الأصابع وغير ذلك من الآيات التي لم تكن لغير محمد صلى الله عليه وسلم من الأنبياء، وكالناقة التي لصالح فإن تلك الآية لم يكن مثلها لغيره وهو خروج ناقة من الأرض. طيب الأشاعرة كما نقل السبكي الأشعر الصوفي وهو يطعن على ابن تيمية، وهذه شهادة من مذهبه وكتبه، ده أنت بتنقض به شنو مذهب الصوفية، لأنه هو افترى على ابن تيمية ورد عليه الإمام ابن عبد الهادي من تلاميذ ابن تيمية كتاب اسمه الصارم المنكي في الرد على السبكي، ده هو ذاته وذاته شاف انه ناسه ديل جابوها كبير، قال معاذ الله ان يتحدى نبي بكرامة وقعت من ولي او على ولي،
معاذ الله أن يتحدى نبي بكرامة وقعت على ولي، بل لابد أن يأتي النبي بما لا يوقعه الله على يد ولي، وإن جاز وقوعه فليس كل جائز في قضايا العقول واقعا. يعني في مسائل قال لك من الناحية بتاعت علم الكلام بنقول جائزة، لكن في الواقع ما بتقع. ده قال على افتراض أنها شنو؟ أنها واقعة. ولما كانت مرتبة النبي أعلى وأرفع من مرتبة الولي، كان الولي ممنوعا مما يأتي به النبي على الإعجاز والتحدي أدبا مع النبي. الكلام ده قاله في الجزء الثاني صفحة 320 من طبقات السبكي، طبقات الشافعية. ربنا سبحانه وتعالى لو جاء قال لك ده كله كلام ساي وده كده واخترعته، جيب له الآية مع تفسير ابن جرير سورة الأنعام الآية 124. ربنا قال وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا بما كانوا شنو يا شيخ؟ يمكرون ولا يفترون؟ شيخ يوسف بما كانوا شنو؟ يمكرون. طيب قال ابن جرير حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، قال يعنون حتى يعطيهم الله من المعجزات مثل الذي أعطى موسى من فلق البحر، وعيسى من إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص. يقول تعالى ذكره الله أعلم حيث يجعل رسالته، يعني بذلك جل ثناؤه إن آيات الأنبياء والرسل لن يعطاها من البشر إلا رسول مرسل. واضح مش؟ قال وليس العادلون بربهم الأوثان والأصنام منهم فيعطوها. العادلون بربهم يعني شنو؟ المساوين بالله غيره، أوثان وأصنام ما من الرسل عشان ربنا يديهم شنو؟ آية. وكذلك هذا الكلام عام، لا في المشركين ولا في شنو؟ ولا في الأولياء والصالحين. طيب بل نقل السبكي كلاما للقشيري الصوفي، القشيري الصوفي وعلق عليه. القشيري يقول إن كثيرا من المقدورات يعلم يعلم قطعا أنه لا يجوز، يعلم اليوم قطعا أنه لا يجوز أن يظهر كرامة للأولياء بضرورة أو شبه ضرورة، يعلم ذلك أي بضرورة أو شبه ضرورة يعلم ذلك. فمنها حصول إنسان لا من أبوين، زي منو؟ زي منو؟ آدم عليه السلام. لكن هنا حصلت ولا ما حصلت في السودان؟ حصلت كما زعم البرعي أنه خلقت من شجرة. الغشيري ذاته قال لك كذاب. هذه تحلها كيف يا محمد المنتصر لزيري؟ تحلها كيف دي؟ شيخك ذاته قال دي ما ممكن، قال كحصول، قال إن كثيرا من المقدورات يعلم اليوم قطعا أنه لا يجوز أن يظهر كرامة للأولياء بضرورة أو شبه ضرورة يعلم ذلك. فمنها حصول إنسان لا من أبوين وقلب جماد بهيمة أو حيوان، وأمثال هذا يكثر. عقب عليه السبكي بقوله وهو حق لا ريب فيه، وبه يتضح أن قول من قال لا فارق بين المعجزة والكرامة إلا التحدي ليس على وجهه. طبقات الشافعية الجزء 2 صفحة 316. إن شاء الله الكلام ده كله أخواننا ندي للناس في وثائق عشان يقدروا يناقشوا ويناظروا بهم. وإذا قال الولي أو زعم الولي أن عنده معجزة فهذا شنو؟ هذا ليس بولي، هذا كافر مش؟ وانت قلت انت ولي بقيت ولي بتين بطاعتك للرسل مش؟ فاذا قلت انا عندي عند الرسل انا عندي كده انت ولي؟ ولي للشيطان. لكن فدي كلها اخواننا من الشبهات. في كلام لابن تيمية، الزمن لا يتسع، نترك المجال للناس يجهزوا للصلاة ان شاء الله. سؤال باقي دقيقتين، خليه الدرس اللي بعدين. سؤال أمام الدرس، يعني إذا الزول مثلا يعني محل ما لقى حمام وهذا يصلي
الصلاة المكتوبة فقام يتوضا وعنده نايم دافع غائب أو بول فصلاته مقبولة ولا لا؟ العلماء قالوا إذا كانت إذا كان البول أو الخبث هذا يعني يجعل الإنسان لا يطمئن في صلاته فصلاته باطل. أما إذا كان يسير لا يؤثر فقالوا ما صلاته صحيحة.